أحمد من الاتحاد حلقة جديدة، حلقة اليوم راح يكون فيها استكمال مباريات. طبعا ما في أي صفقة، راح نتبه في الانتقالات الشتوية. الفريق الحمد لله كامل والكامل الله. خلنا نبدأ أول مباراة في حلقة اليوم أمام الوحدة، خلنا نستكمها بإذن الله. نقول فوز للعميد، خسرنا 2-1. يلا يا وافي، لكن فريقنا باقي متصدر محاور المزايع القبول. طبعا التدريبات حاليا اللعيبه يتطورون، فهذا الشيء الجميل. حلو، كمار صار 65. يلا خلينا نقدم حاليا، نشوف اذا في عرض او شيء. اعاره للنجار قبول. يعني ما نقدر نعيره، فراح اقدم، واذا في شيء مهم راح ارجع لكم. ارى محمد قاسم قبول. والله خلنا نشوف ايش في زياده حاليا. عرض الباجن دوح من سوالزي سيتي، رفض. باجن دوح من اهم عناصر الفريق، مستحيل من الاستحاله نضحي فيه بذي السهوله الا اذا جاء مبلغ عالمي. طبعا راح اضحي فيه. سمير إعارة لطرابزون، بس خلنا نشوف دقيقة مركز الوسط. السنة الجاية رجع لنا أحسن، لأن الصراحة راح أظلم لاعب خرافي، حرام ينظلم، فخليه يحترف برا ويرجع لنا مع نهاية الموسم. طبعا الأهلي ضم محور برازيلي اسمه فالكاو، مو فالكاو المهاجم، محمد قاسم عار، برضه نقبل ذا العرض. أهم شيء السميري يذهب للإعارة، لأن حرام من جد نظلمه، خليه يتطور ويرجع لنا. حلو، رسميا السميري تقل لفريق طرابزون التركي. يلا الآن إذا في شيء مهم راح أرجع لكم. مباراة التعاون في حلقة اليوم، خلينا نلعبها. طبعا المقطع ذا باذن الله تشوفونه في نفس اليوم اللي راح نلعب فيه الاتحاد والتعاون. اوكي، راح نلعب التشكيله ذي بالاضافه لكريم الاحمدي بدال تركي العمار. و بس الان خلينا ندخل على المباراه ونرجع لكم، بس قبل خلينا نحط المباراه 4 دقائق. يلا فهد المولد، خطيرة لكن تروح. سانوغو هيلدون، وحش سانوغو. سام المولد الجديد، عبد الله العمار عنده إصابة، خرجته ودخلت شو اسمه هارون كمارا. راح أغير تشكيلة، بلعب بمهاجمين. والله لازم نحسم المباراة بإذن الله. طيب خطيرة عند هيلدون، هلدن عدى لان جهاد وبرناوي، حسين برناوي جهاد. السلام على سانوكو، العب لاعبنا السابق وكابتن التعاون. السلام يا كريم الاحمدي. كريم يعدي رودريغيز، عشان رودريغيز الكمارة. فيلن ويفا، يا سلام، هدف عالمي من اللاعب العالمي كابتن العميد كارلوس فيلن ويفا، يسجل الهدف الاول. جيب لي عاده، شوف 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 التسديده من فيلن ويفا من بعيد، وحطها في الزاويه تقريبا، ركنها في الزاويه 90. خلينا نشوف لي عاده، شوف 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 بالقدم اليسرى عاليه وصعبه على الحارس، والهدف الاول للعميد قبل نهايه الشوط الاول في الدقيقه 35. فين ويفا؟ يتعرض لضغط
سلام. كريم الأحمدي، رودريغيز، تمريرات متتالية بحثاً عن ثغرة، بحثاً عن مساحة في الدفاع. يعد دفاع فاول. ضربة حرة للاتحاد. حكم يحتسب خطأ على اللاعب ويكتفي في هذه المرة بالإنذار الشفوي. حلوة الكرة، رد كرة في الملعب. المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة. أرى شكلها كرت أحمر. تدخل سيء في اللقطة الماضية. الحمد لله كرت أصفر. هيلدن من ذا المكان خطير الكورة. من هذا المكان يحتاج السلام الدفاع. هارون كمارا طلق عدة من الأول، أعطاها في الانويفة إلى فهد. سجل هدف مهم لفريقه، كان هدف تقدم يضرب الآن. تمريرة سيئة تذهب للخصم مباشرة. تركي العمار السلام تركي العمار. يوه تدخل من مدرب الفريق الضيف في تغيير جميل. الكره البينيه الله على الاطراف. كره مثاليه وعرضيه منتظره. شوف شوف ابعاد الكره عن الفريق. تمركز الجيد قطع عبد المجيد الصوت. خطيرة صوات رومارينيو. تخرج إلى تبادل التمريرات أمام المرمى. البحث مستمر عن فرصة للتسجيل. جهاد الحسين فرصة ما زالت قائمة. مرنتي ولا كانت جول. صحيح إن طرد المروان دا كوستا لكن خلصناها. والله لو تشوف العدل إنها تقريبا جول. شوف شوف خلاص المرمى فاضي لكن كسرناه. بإذن الله عاد لما نصدها سجل كذا مستفد من ولا شيء. طرد دكوستا استقبلنا الهدف. ولا راح يلعب بعشر لعيبة والدفاع فاضي. بروجوفيتش وحش السفاح يسجل. بروجوفيتش يسجل السفاح يفجر مرمى التعاون. شوف الإعادة صعبة يا كاسي ما تصدها. السفاح بروجوفيتش سجل 9 أهداف في الانويفا نجم مباراة اليوم. سجل جول وصنع. ما يمشي لا راح هيلدن. هيلدن برناوي سلام يا قروهي شاله من المرمى في التعادة في الترفيه. كم من الصعب تعويضه لكن حارس المرمى ينجح في هذا التحدي. برافو على اللقطة الماضية. أمامنا ثلاث دقائق تضيع وقت. انتهت المباراة وفزنا الحمد لله. طيب عندنا مباراة امام الرايد غياب مانويل دكوسا راح يعوضه بيا احمد عسير يا زياد الصحفي. يعوضه بزياد الصحفي باذن الله. نهزم الرايد حلو فزنا 2-1. هدف من جاري رودريغيز وهدف من رومارينيو. الان احنا المتصدر فارق ممتاز. وسعنا الفارق لنقطتين بعد تعثر النصر في المباراة الماضية. هارون كمارا جدا قريب من 66. حلو تقريبا كل تدريب يعني ابدعوا فيه 3B و2A فشيء كويس جدا. عدنا مؤتمر صحفي راح نمدح فيه اللاعب فهد المولد. ولقاء انتهى مباراة الهلال
هي الاخيره في حلقه اليوم. فيلا خلينا نتكلم عن مباراه الهلال ونرجع لكم. بس قبل راح نلعب ضد الطقم والهلال بالاساس ليش لا، والوقت 4 دقائق ويلا ندخل على المباراه ونرجع لكم. دومان والدكوستا خطير عند سالم الدوسري. الله بلنتي، حرام حرام جذبني، الله يقلع جذبنا نكسر. هذا القميز عدو متخصص في البلنتيات. الحمد لله ضاعت، وحش قروبي الحمد لله. رجع 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 يا ليل، ما في فايدة ما في فايدة. والله اني كنت بخرج بس رجعت. شوف رجعناه وكان في مركز الطبيعي، لكن قميز غصب يسجل بإذن الله. زي ما قلبناه على التعاون نقلبه على الهلال. والله يصدف محظوظ قميز. برجع لكم وأعيد لكم الهدف ولا تزعلون. جيب لي عادي. شوف شوف جيبه من زاوية ثانية. شوف خلص اللاعب، رجعت ادوارد وعطاها بالراس. قميز بس جات كذا سهلة، عطاها بالراس دخلت جول. 2-0 للهلال. قادرين بإذن الله نقدر نرجع، لكن شكلي بلعب بمهاجمين زي المباراة الماضية. في الانويفا ولا تسديد لنا، لكن بإذن الله من أول تسديد نسجل. الله يا هارون. برناوي، هارون كمارا مستحيل في العارضة. شوف جاري رودريغز، والله مو هارون. شوف 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 حرام تضيع. ما يمشي عند تركي العمار. سلام يا مارسيلو قروهي. سلام يا عمار. هارون كمارا ركلة زاوية. الاتحاد يتحصل على ضربة ركنية يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. بيلعب الكرة إلى منتصف 18. نهاية المباراة بفوز الهلال. خلونا نشوف مرشحين لاعب الشهر. جوليانو من النصر، لويس انطوني من الشباب، ابو حدوز من الباطن، ابو ديسكو من الشباب. المباراة القادمة امام الاهلي، النصر صار متصدر. النصر تعثر، لو فزنا على الاهلي يصير متصدر، ولو الاهلي هزمنا يصير المركز الثاني. هنا وصلت المقطع، اذا تبغى الحلقة القادمة تنزل فقرة بوقت، وروح ادعمك هذا المقطع. ويلا كان معكم فيصل جيمز في مقطع ثاني، مع السلامة.